هنا ومن عالم اليوتيوب ننقل لكم ما رأته العين هالأسبوع. معك ايامي بقت احلام اللي فات. فيزان وأنس فاجأوا الجمهور بخبر إمضائهم لعقد مع شركة نتفليكس الأمريكية ودخولهم لعالم التمثيل رسميا بتمثيلهم لفيلم رح يعرض على المنصة قريبا جدا. اليوم تم توقيع العقد تبع فيلم نتفليكس زي ما انتم شايفين، هاي العقد تبعي وهاي العقد تبع فيزان. وبالحديث عن بيسان اسماعيل، فأقلقت الجمهور قبل أيام بتنزيلها لها الأسطوري المفاجئ اللي ظهرت من خلاله من المستشفى، ليكتشف الجمهور بعض لحظات قليلة أنه كان مقلب بأنس الشايب نزل على قناتها على يوتيوب. الجمهور لساته عم ينتظر فيديو أسامة مروة اللي تم تصويره بقطر قبل فترة طويلة مع كل من نور ستارز، نانين بيوتي، غيث مروان وأنس وأصالة وغيرهم كتار من اليوتيوبرز، حيث تساءل الجمهور عن سبب هالتأخير الغامض والغريب، حيث كشف قبل فترة أسامة على أنه الفيديو صار جاهز ولكن لم يتم نشره لحد الآن. يو مرحبا يا جماعة، أنا نور مار، رح تشوفوني ببرنامج غير شكل. نور مار فاجأ متابعينه بخبر إطلاق البرومو الرسمي لبرنامجه التلفزيوني الأول ضمن قناة تلفزيون الآن اللي اشتغل عليه من قبل فترة. أنا نور مار، رح تشوفوني ببرنامج غير شكل وغير شكل على تلفزيون الآن. عزز عرور شاركت صور لفوتوشوت لها قبل الولادة وصور ثانية لها بعد الولادة. نور ستارز لساتها متواصلة بالاحتفال بعيد ميلادها مع أصدقائها، هذا غير الكمية الكبيرة من الورد اللي استقبلتها والهدايا، حيث تحدث الجميع عن إمكانية أنه تكون من طرف كريم، فعلقت نور ستارز بي احذروا من رسلها الورد بعيد ميلادي، لا يرد كريم بها التعليق. Sometimes we laugh together, sometimes we dance, we cry. أصالة المالح تستعد لإطلاق ألبوم موسيقي خاص بها رح يحمل عدد كبير من الأغاني اللي رح نسمعها لأول مرة ورح ينزل قريبا جدا. يارا عزيز تواجدت قبل يومين بأمريكا وذلك بعد تلقيها لدعوة لحضور إيفنت فيتكون لتمثل صانعي المحتوى العرب هناك، وعبرت عن فرحتها بلقائها بعدد كبير من اليوتيوبرز الأجانب ومغامراتها من هناك. جو حطاب اختار الاحتفال بمناسبة حصوله على الدرع الماسي بأبعد جزيرة بالعالم، وشارك هالصورة اللي تجمعه مع الدرع على انستغرام وشكر متابعينه وكتب لقد فعلناها، نعم 10 مليون شكرا لكم. أوعدك هذا مو أنا، هذا اللي حولي نفس الناس لما كنت جوا بسهولهم نسوني. دايلر فاجأ متابعينه من خلال هالستوريهات اللي علق من خلالها عن غضبه على بعض من صفحات الفانز لإله، وعلق بي لكل فان جاه أنفولو أبغى اعتذار منك أطول من شريط حياتك، والكل عارف هو عمل إيه، راجع نفسك، تعاملني بطريقة ويوم تعاملني بطريقة ثانية من وراي، شكرا ما أبغى دعمك، اللي صار ما ينسكت عنه لأني كرست حياتي كلها علشان أصنع محتوى يرضيكم، والحين وأنا معصب رايح أخلص مقطع بكرة. تعال أفكر فيهم وهم ما فكروا بي. رح صيت شو فعلت؟ اشتغلت دكتورة نفسية ليوم كامل. إجاني عرض واللي هو نظف بيت لمدة يوم كامل. نارين بيوتي ومن بعد سلسلة كاملة كانت بعنوان اشتغلت ليوم كامل واللي حققت نجاح كتير كبير وعدد كبير من المشاهدات، أعلنت رسميا عن نهاية السلسلة بآخر فيديو للسلسلة اللي كان اشتغلت معلمة شاورما ليوم كامل. فيديو اليوم أتوقع رح يكون حزين بالنسبة لي، لأنه أتوقع فيديو اليوم رح يكون آخر فيديو بسلسلة أني اشتغل ليوم كامل. هاي مو. هاي نارين. نارين ومو كانوا حديث الناس آخر فترة وخاصة من طرف متابعينهم ومحبينهم مع بعض، حيث زعم البعض عن وجود خلاف بينهم مانعهم من الظهور مع بعض على السوشيال ميديا وعدم تصوير فيديوهات مثل قبل،
فشو رأيكم أنتو؟ غيث مروان من بعد العملية اللي أجراها عم يستعد للنقلة من بيته بدبي لبيت جديد، حيتأكد عن مفاجآت جديدة رح تصير من بعد انتقاله ورح يعلن عنها قريبا جدا. وهون نكون وصلنا لنهاية فيديو الأخبار. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات لتوصلكم كل أخبار اليوتيوبرز أول بأول، ولا تنسوا تتابعونا على صفحتنا على انستغرام عم ننشر فيها أخبار يوميا، وساعدونا نوصل 200 ألف متابع بأقرب وقت. بشوفكم بالحلقة المقبلة، إلى اللقاء.